قبل ده عايزين سريعا نتوقف عند التوجيه المتعلق بتطوير معهد نصر. يعني هناك توجيه من السيد الرئيس لتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، وده كان بعد بناء على عرض عرضه عليه الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان لتعظيم الاستفادة من القدرات الحالية لمعهد ناصر. معهد ناصر من أكبر الصروح الطبية التي تستقبل المرضى في مصر، بيتردد عليه سنويا ما يقرب من 200 ألف مواطن. كان التوجيه بأن يتم رفع السعة الاستيعابية الأسرة الداخلية من رقم يقرب حاليا من 600 سرير إلى رقم يقرب من 1300 أو 1260 سرير، رفع السعة الاستيعابية لعدد أسرة العناية المركزة من 125 ل 331، رفع عدد الحضانات من 10 إلى تقريبا ما يقرب من 80 حضانة، زيادة العيادات الخارجية، توسعة المباني الموجودة حاليا يعني حضرتك احنا بنتكلم في زيادة تقريبا 150% من السعة الحالية، فإذا كنا بالسعة الحالية نستقبل 200 ألف مواطن سنويا، فحضرتك يمكنك أن تجري الحسابات لتعرفي بعد ما بيزيد السعة الاستيعابية في جميع الأقسام بما فيها الغسيل الكلوي وغيره 150%، ده ممكن يجعل معدلات التردد وتقييم الخدمة الصحية للمواطن المصري إلى أي مستوى. طيب دكتور حسام، أولا الحمد لله على سلامة الطفل ياسين، عايزين نعرف رحلة عودة الطفل ياسين ليستكمل علاجه في مصر. أولا نعرف حالته الصحية وتشخيصه تحديدا والرحلة، رحلة عودته إلى مصر. يعني هو مع الأسف ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، هو الطفل ياسين مصاب بسرطان دم الليمفاوي حاد مع انتشار في الجهاز العصبي المركزي. الوضع الصحي الحقيقه يعني حتى هذه اللحظه غير مستقر، زي ما حضرتك ذكرت انه كان هناك خطاب من اهله بطلب لوزاره الهجره عشان يتم نقله لاستكمال العلاج في مصر. الحقيقه وزاره الهجره مشكوره والسيده وزيره الهجره استجابت مشكوره وقامت بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار قائم بعمل وزير الصحه عشان يتم النقل، وكذلك مؤسسه مصر الخير بقياده فضيله الدكتور علي جمعه اللي يعني خلال الحقيقه فتره وجيزه جدا تم توفير الطائره، وكان في النهارده سياره اسعاف مجهزه لصحبه احد الاستشاريين الدكتوره منى عبد القادر استشاري العنايه المركزه للاطفال من معهد الاورام موجوده في الانتظار في المطار. تم نقل الحمد لله الطفل بسلام الى المعهد القومي للاورام في المبنى الجنوبي تحت اشراف الدكتور عماد عبيد رئيس قسم اورام الاطفال بالمعهد، وهو يعني الان موجود في العنايه المركزه في المعهد وبيتم اجراء كل الفحوصات تمهيدا لوضع البروتوكول العلاجي اللي نامل ان شاء الله ان يكون فيه الشفاء. يعني كنا عايزين نعرف طبيعه الحاله دي دكتور حسام، لما تقول يعني سرطان دم لمفاوي شديد وموضوع الجهاز العصبي، لو نفهم طبيعه الحاله دي والمتوقع كبروتوكول علاجي ليها. انا بقول حاجه، هو تشخيص انه عنده سرطان ليوكيميا يعني اكيوت ليمفويد ليوكيميا. ده مرض سرطان في الدم، ومع الاسف الشديد انه الحاله تطورت الى اصابك بالجهاز العصبي المركزي، فانت يبقى في عليها مضاعفات. طيب هو واضح انه دكتور حسام للاسف بس الصوت بيتقطع شويه. هو حضرتك زي ما ذكرت لحضرتك انه الحاله يعني الحقيقه ليست من الحالات السهله. هناك تاثير على الجهاز العصبي، هناك تاثير على القدره على التنفس، هناك تاثير على شده الوعي، وعشان كده الان بيتم اجراء ونحن نتحدث كل الفحوصات المتعلقه بكل الاجهزه بالجسم عشان يبقى فيه بروتوكول علاجي تحت اشراف اساتذه الاورام المعهد القومي للاورام. انا بشكرك جدا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا ليك.